أخبار اليوم. أعتقد في محطة الصرف بيتابع برضو موضوع الصرف مع السيد رئيس الوزراء ومع مجموعة أخرى من الوزراء، بيتابع وبيتأكد من المعايير، واتكلم كمان كلف كمان الرقابة الإدارية بأن هي تعد تقارير خاصة بجميع المشروعات اللي ممكن أن هي تفيد اسكندرية، وعدم لو في مشروع من ده مثلا مش بيبقى موافق للمواصفات. وأعتقد أن هو بيشرح بيستمع لشرح أو بيوجه بقى يعني بعض الكلام لبعض الوزراء زي وزير الإسكان مثلا زي ما حضرتك شايفين قدامنا اللي بيرافقوا في هذه الزيارة، وبعض برضو الوزراء، ده قائد المنطقة الشمالية برضو بيصاحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لإسكندرية علشان برضو يتابعوا معاه المستجدات. أعتقد أن دي زيارة مهمة لأن إسكندرية زي إلى الآن زي ما أنتم شايفين أن فيها بعض المناطق الغرقانة زي سيوف شماعة، زي منطقة عزبة المطار اللي اتكلمنا منها المشاهدين دلوقتي، عفوا مش عزبة المطار، منطقة العزبة الرحمة اللي في المطار التابعة لحي شرق، اللي قالوا لهم ان هتدفعوا 150 جنيه عشان خاطر